ضياع للحياء والحشمة، وظهور للمنكرات، واختلاط بين الرجال والنساء من غير حياء، ويحصل التحرش، يحصل التحرش الكثير، وربما يتمكن الأشرار من ما يريدون من شهواتهم. فإن هؤلاء الشباب والشابات إذا التقوا ورأى بعضهم بعضا مع قلة دينهم وفور الشباب فيهم، يحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه. فعلينا أن نتقي الله يا عباد الله قبل أن يحل بنا ما لا نطيق من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يمهل ولا يهمل، فإن الله يمهل ولا يهمل، فلا نغتر بإمهال الله عز وجل ولا نتمادى فيما نحن فيه. علينا جميعا، علينا جميعا وخصوصا الآباء والأمهات، علينا أن ننكر هذه المنكرات، ومن دعي إليها فلا يجيب إلا إذا كان يقدر على إنكار المنكر وإزالته فإنه يجب عليه الحضور، أما من كان لا يقدر على ذلك فإنه لا يجوز له الحضور. فاتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ومن الوسائل التي توقع في الزنا الاختلاط، الاختلاط بين الرجال والنساء، الاختلاط الذي يثير الشهوة ويطمع الرجل والمرأة بعضهما ببعض، إذا جالسها، إذا ضاحكها، إذا مازحها، الاختلاط في كراسي الدراسة، الاختلاط في مكان العمل، في المستشفيات، في الطائرات، في أسواق البيع والشراء، الاختلاط سبب كبير للوقوع في الفتنة. أما أن يكون الرجل والمرأة والرجال والنساء في مكان، الرجال على حدة متسترات والرجال على حدة، فهذا ليس اختلاطا، هذا يحتاجه الناس، فلا مانع من ذلك. إنما الاختلاط الذي يسبب الشهوة ويثيرها، فيجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك.